خالتي خالتي اش من خالتك ولا جداك؟ انت دغيا شرفتيني. انا راه باقا صغيره، انا راه صغير من امك. ياك تنقول لك بدعيت عليا لا ميتريس، راه كتجيني صعيبه، انا ما عنديش مع الفلونسي. واخا بدعيت عليا غير استاذه مزيان. واخا استاذه ايوا دابا مزيان. اشنو بيتي استاذه؟ انا جاني الجوع. ولي معيزو قال لي درك الجوع. ديك يلاه دخلنا، يلاه دخلنا للقسم. على ما واكلش في داركم؟ لا كليت استاذه، هذاك الشيء اللي كليت ملي كنت جاي للمدرسه مشى لي داك الشيء في الطريق، ودابا درني الجوع. يلا واخا يلا الدراري، اللي جاب شي حاجه ياكلها يجبدها دابا. صافي يلا عندكم 5 دقائق الدراري ديال الاستراحه. لا استاذه ما غاديش نخرج لبرا للاستراحه. لا ما كاينش برا، بتاكلوا هنا في القسم. تبدا تخرج ثاني بدا تضرب لي الدراري. يلا حط لي الكوتي ديالي. لا ما تخاف معيزو خدا لي خبزي. معيزو خلي الدراري الكوتي ديالهم. واش انت ديما فيك هاد القاعده تاكل خبزك وتدوز الخبز ديال الدراري؟ لا لا شي بزاف عليا بزاف. واه استاذ هما اللي تيجيبوا الماكله بزاف وما كيبيتش يدوقوني، انا جايب غير خزو. شو شوفوا معيزو غدا ان شاء الله غادي تجيب باك باش نهضر معاه. لا ما جايبوش. علاش؟ حنت بابا كيبغي ماما، اصلا بابا ما عنديش مع العيالات. يلا ويلي شي يقول هذا؟ اش هاد الهضره هادي؟ اش بغيت ندير انا كاع باباك؟ انا بغيت باك باش نهضر معاه على هاد الضاره اللي فيك، كل ساعه ضرب ليا الدراري وتاكل لهم خبزهم. اسيري تاسيري قال لي عارف انا بلي الحلم ديالك هو تزوجي بابا وتكون نكون انا هو ولدك. الله لكانت ليك. ايوا يا وليدي الله ينجيني منك، الله ينجيني من تا ونباك. الا بيجيني شي ولدي بحالك انا الله يعطيني العقل بالنقص من هاد المدرسه.